يسعد صباحكم. عن جديد، السيدات خلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة والإرضاع بيصير عندهم وزن زائد. هذا الموضوع طبيعي يا نور إلى حد معين، ولكن لما يتجاوز هذا الحد بيصير مزعج للسيدات. هذا الموضوع ما بيوقف بعد الولادة، بالعكس ممكن إنه يزيد خاصة بفترة الإرضاع. وبيقولوا لها للمرضع كلي قد ما بتقدري، كلي انت مرضع، كلي عنك وعن البيبي. تماما، وهي النقطة اللي بيقعوا فيها فرح السيدات والغلط اللي ممكن يقوموا فيه. لهذا السبب اليوم رح نخبر الأمهات عن روتين غذائي مناسب بيساعدهم يحافظوا على صحتهم وبنفس الوقت يقللوا من وزنهم، وهي التفاصيل رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح خير دكتورة، يسعد أوقاتك. بداية سؤال قبل ما نفوت لموضوعنا، مزبوط انه بتقدر المرأة الحامل تتبع نظام غذائي تحافظ فيه على وزنها خلال حملها ولا لا؟ من إلا انت خلصي الحمل وبعدين نحن بنستلمك اختصاصية تغذية. والله اذا كانت هي بتعرف وبتفهم وبتحاول انها تحافظ على جسمها من اول يوم بتدري فيه انها حامل، لازم تقلب حياة نظام الغذائي رأساً على عقب حتى ما تصير هالخلايا الدهنية عم يعني تتركز إنها معها بالعمر كله. من أقوى عتبات السمنة عند الأنثى هو الحمل والإرضاع، لا بل الإرضاع أقوى من التبعات الحمل. هرمونات اللي بتضخ بالأنثى بفترة الحمل هو البروجسترون، يعني أنا ما بقدر إلك يعني قديش بيعمل احتباس سوائل بجسمها للأنثى. هلأ إذا زادت نسبة زيادتها كانت وزن جنين ونسبة دهون لا بأس فيها، بس النسبة الأعظم بزيادة فترة الحمل هي سوائل محتبسة حتى تحمي الجنين من منطقة عندك ياها الارتدادات تبع حركة الأم. غير إنه هذا الحكي في هرمون عندي ياها بضخها باحتباس السوائل، بتلاحظ رجليها انتفخت، هالأمور هي كلياتها. فترة الإرضاع لا، الهرمون اللي بيزيد نسبة الدهون هو الأكثر، لأنه هلأ المسيطر هو صناعة الحليب. فنحن اللي بدنا نروح نعمل نشتغل على الموضوع تبعنا. نحن اليوم ما رح نحكي عن الحمل، لأنه الهرمون المسيطر هو بيكون البروجسترون، كيف خفف توزم زيادة الوزن فترة الحمل. هنحكي عن هرمون البرولاكتين، كيف إني أنا خليه يشتغل للحليب بس ما خليه يشتغل لاصطناع خلايا دهنية جديدة لجسم الأنثى المرضع. إذا حمت حالة من هالشغلتين هدول هي عدت بسلام من أكبر عتبة سمنة ممكن تشوفها بحياتها. تماماً، مثل ما قال ورد إنه بيقولوا لها بفترة الحمل أنت في بطنك جنين وأنت لازم تاكلي عن اثنين، وهون بيزيد الوزن أكثر. أنا كيف بدي أكل بطريقة صحية أعطي جنيني الغذاء الصحي بنفس الوقت أنا ما أسمن، وإذا اشتهيت أكل؟ بالضبط، يعني هلا حتى هاي الهرمونات لا تستهان فيها بشي عملية زيادة والشهية، هلا لها تأثير حتما على الشهية، لكن هاي إنك تاكلي عنك وعن الأنثى بفترة الحمل والإرضاع إني أنا غذي دم الأنثى مو غذي خلاياها الدهنية. أنا يطلع حليب مغذي، مو أنا ربرب أنا حتى حس حالي إني أنا بلشت غذي الحليب. الدهن لا يغذي الحليب، هذا أهم شيء. الفكرة الأساسية حتى ما نطيل ونبلش بالوصفات بسرعة، أول ما تتولد الأنثى إن كانت ولادة طبيعية الحمد لله على سلامتها، إن كانت ولادة قيصرية أول شيء ما منقرب عليها ولا على أي وصفات غير إنه بعد وصفات الأطباء، لأنه بده يكون عندي أول شيء فترة حمية غذائية على السوائل لإخراج الغازات من البطن لأنه فتح بطنها للقيصرية. صحيح. الشيء الثاني على جرح ما منقرب تبع القيصرية ليسمح لنا الدكتور نبلش نحكي نتعامل مع جلد البطن وعضلة البطن لا بتمرينات رياضية معينة وهالأمور هيك كلياتها. نيجي للأنثى اللي ولدت بشكل طبيعي، أول شيء بنصحها إنه تبعد عن أي شيء اسمه ماء بارد حتى لو كان الدنيا بنص أب، يعني ماء بارد ممنوع لأي أنثى مرضع، بدها تشرب ميتها فاترة، وإذا بدها تتخلص من الدهون بتتعود على المي الساخنة فترة معينة. هي من أكثر الأشياء التي تطرد دهون الحمل بفترة الحمل وبتطرد الدهون بفترة عندياها فترة الإرضاع. طب القيصرية كمان لازم ما تشرب مي باردة؟ العصائر بعد ما تخلص هن بيعطوها حمية على العصائر. صحيح. بعدها بتبلش على الشوربات والشغلات السائلة لبين ما يصير تتحرك الأمعاء تبعها. فبعدها عندك ياها بتفوت، لأنه حمية القيصرية حمية خاصة إن شاء الله من الشحابين
فترة لاحقة حتى ما نطيل، لأنه بعد فترة معينة 20 يوم بتوحدوا الأنثى. والله دكتورة هلأ خلينا نحكي كمان اثنين، لأنه أغلب الولادات قيصرية. طيب نيجي منقول بعد الحمل عندك يا والولادة القيصرية بيصير عندي حمية سوائل، بعدها بتصير مرحلة العصائر اليوم الثاني والثالث، بعدها بتبلش شوربات خفيفة، شوربات خضار مع مرق دجاج كتير رائعة، بنحط لمرق الدجاج شوية قرفة لإدرار الحليب. الأنثى اللي عندها قيصرية أبدا ما بتحاول تربط بطنها ليخلص الجرح والتئم، الأنثى اللي ما عندها مشكلة بالولادة الطبيعية فورا تبلش على المشد. مدة المشد بين عندي إياها 3 ساعات ربط يعني وضع على البطن، ساعة لراحة مشان الكلاوي تتحرك وما تنزعش عنها. ربط البطن للأنثى اللي ولدانة الطبيعية جدا شيء مهم حتى ما تعاني من ترهلات بعد الولادة. أنا معها جدا بهالنقطة هاي، بس طبعا مع استشارة الطبيب بهالنقطة هاي. كليات القيصرية لا، لا يسمح الدكتور يقول أوكي. الفكرة الثانية اللي بيهمني أمراء الماء الساخن، الشيء الثاني اللي بيهمنا أمره إني عنا يا مشروب كانوا أهل أول ياخذوه كتير، هو مشروب القرفة والزنجبيل وحطوه مع ماء ساخن وحطوه له كمان مثل محلب ما بعرف بيسموه كتير. هذا المشروب رائع لتخليص الرحم من شوائب الدم الفاسد اللي جاي على البطانة وإخراج دم النفاس بأسرع وقت ممكن. اللي بيهمني أمره إنه في مشكلة فترة اللي بعد بفترة الإرضاع هرمون البرولاكتين، وهو معاكس لهرمونات الطمس الشهري اللي هو بيخلي جسم بعض الأنسجة تستفيد مو تستفيد عليه، تتكاثر الخلايا الدهنية بسرعة أكثر من غيرها. فهون نحن شو بدنا نسوي؟ أنا بدي أخلي البرولاكتين شغال، ما بدي أقطعه مشان ما ينقطع الحليب، وبنفس الوقت بدي إياه ما يأثر على النسيج الدهني، لأنه في نسوج بتتفاعل معه بالزيادة وفي نسوج الإرضاع بيدوبها أكثر، بس نسبة الشرق الأوسط النساء تبعنا كتفاعلها 70% ل80% بالضبط، الإرضاع بيزودها أكثر من فترة الحمل. هلا أي الوصفة أنا بالنسبة لي كيف أنا بخلي البرولاكتين يشتغل على الحليب أكثر ما يشتغل على الخلايا الدهنية، هي الوصفة. بنجيب جرستين بقدونس بنضربهم بالخلاط مع عصير نص ليمونة ونحليها بنص موزة، مشروب رائع جدا لتنحيف البطن بنفس الوقت لإدرار حليب رائع جدا. بقدونس موز وعصير ليمون. هلا بيقولوا الليمون ممكن لا اطلاقا ما دام في موزه محليتها ما بتتقبض الخلايا اللبنيه، بالعكس البقدونس بيدرج كثير الحليب، بيسطح البطن، بيحسن الهضم، بيرفع حديد الدم بشكل رائع، بيطلع الحليب غير انه مغذي في معادن وحديد بيغذي البيبي بشكل كثير كبير. حتى بتلاحظ انه ابنه ما عاد بلش يصير له غازات بالبطن، فكتير بيهضم ورائع جدا بهالقصه هي. اي انثى مرضع ما بتقرب على العصائر البارده، ما بتقرب على الماء البارد المثلج، مثبت للخلايا الدهنيه بطريقه كثير طبيعيه، عرفت تتعامل مع المشروبات الساخنه حتى لو الجو حار، الشاي الساخن مع القرفه، المشروبات اللي مع القرفه مع الزنجبيل رائعين جدا. وحتى بيطردوا دم النفاس بسرعه بشكل رائع. بيحم بالحمل ما بصير ناخذ زنجبيل وبقدونس؟ هلا بقدونس ممكن بس الزنجبيل لا. لا زنجبيل ولا قرفة لأنهم هنن من النباتات المطمسة، لكن هي بتستفيد منهم جدا بفترة الإرضاع وأبدا ما بيأثروا على إدرار الحليب. هلأ لنفرض أنه هي حست أنه حست كمية الحليب قلت، فورا ما تتجه لشيء اسمه مواد دسمة وهالأمور هي كلياتها. 3 أشياء بتكثف الحليب وتحافظ على وزنه بشكل كتير رائع، هو مرق الدجاج أو مرق اللحم، أو مرق الدجاج إذا كان اللحم كتير هاي، أو مرق عظم اللحم، هذا كتير بيدر الحليب ونفس الوقت ما بيزود الوزن. مو ضروري يتاخد معه شيء محطوط فيه شيء، لا هو لحاله مرق الدجاج تنشرب هي ساخنة، نحط لها عودين قرفة، بنحط لها كبش قرنفل، ما في أي مشكلة عندي إياها. الفكرة الثانية اللي بيهمني أمرها مادة الفطور، إذا كانت بيض مع برتقال صباحا هي مادة منحفة مدرة للصفراء رائعة لتغذية الدم والحليب، وبتعمل تنحيف جدا رائع للخواصر اللي بتتعبى بفترة الحمل تماما. هلأ اللي بيهمني أمره لزيادة نسبة عندي تنحيف الوزن بالأفخاد وبالأوراك، أنا بقول كتير مهم الماء والليمون، وكمان إذا حطينا له كمان مادة اسمها القرنفل، هي كتير رائعة لإذابة شحوم الأوراك وهالأمور هي كلياتها. هي كتير بتذوب الأوراق، بالنسبة لأنه ما في غلط إنه أبدا يصير في مشي صباحي وهالأمور هي. السيلوليت بتعاني منه الأنثى في فترة الإرضاع كتير بيكون كبير، لأنه جسمه نفس السوائل وتبلش الجلد يلاقي طعم جفيف بهالضبط أبدا. هلأ اللي بيهمني أمره بعرف بعد فين المشروب اللي كتير رائع للسيلوليت، هو
فنجان القهوة اللي بنحط له معلقة قرفة ممكن يكون مو محبب عند الكل، بس رائع جدا لوصفة داخلية للسيلوليت. غير انه انا الماء والليمون من اكبر الوصفات اللي هي بترفع او بتطرد نسبة السيلوليت الظاهرة على منطقة الافخاذ. اذا بدي لخص الموضوع بكل تفاصيله، انه هي تاخذ الماء الدافئ، بيض على الصبح او بيضتين مع بردقان، فتره الغداء يكون دجاج مع مرقته، حسيت كثافه الحليب خفت، مرق الدجاج كمان زبديه بدون ما يكون فيها كثافه ماده دهنيه. الفكره الثانيه الحليب، كاسه حليب صغيره مع معلقه جوز هند بتخلي الطفل يقبل على الحليب اكثر وبصير فتره ارضاع اكثر. تمام. عندي اياها فتره انه تلاحظت بعد 4 شهور لساتها ما اجت الدوره الشهريه عندها، هذا كمان بيسمنها، فينا نعطيها بعض النباتات بس بعد استشارة الطبيب، لأنه الرضاعة فترة طويلة على النظافة بيزود الوزن جدا. فهي القصة تنتبه إنه بعد 4 شهور بدها تشق على الدورة الشهرية إنه ليش ما أجيت، لأنه هن هدول الهرمونين بيتنافسوا مع بعضهم البعض. تمام، يعني ما شاء الله استردت الدكتورة معلومات جدا قيمة. الوقت دوما هو عامل مزعج بموضوع كثافة المعلومات اللي عند حضرتك. شكرا لوجودك معنا ولنا لقاءات قادمة قريبة. أهلا وسهلا دكتورة، يسعد صباحك.